السيسي يعرب لرئيسة إثيوبيا تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. شهداء وجرحى فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة. ترامب يتعهد بمحاكمة جميع المتورطين في واقعة الطرود المشبوهة. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويضمن للشعبين المزيد من الخير والنماء والتقدم. كذلك في برقية تهنئة بعث بها السيسي إلى سهل زودي بمناسبة انتخابها كرئيس لإثيوبيا. نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع على جميع الأصعدة سواء المحلية والإقليمية والدولية. المزيد نتابعه مع حضراتكم في هذا العرض. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه هذا الأسبوع بتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر. واستمرارا للمشاورات الجارية بين مصر والسعودية، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق الجهود على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة. تعزيز دور مصر في أفريقيا كان أيضا على أجندة الرئيس السيسي، حيث أكد في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التنزاني تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات، فيما أشاد الرئيس التنزاني بالاستثمارات المصرية في بلاده، ولا سيما بعد رسو عطاء تصميم وتشييد سد ستيغلر جورج على شركة المقاولون العرب. وخلال الأسبوع الماضي تلقى الرئيس السيسي دعوة من نظيره اللبناني ميشيل عون لحضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت يناير المقبل، وهي الدعوة التي نقلها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. هذا وتسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد 21 سفيرا جديدا، وأكد خلال استقبالهم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. وخلال لقائه وفدا من ممثلي أكثر من 40 من كبرى الشركات الأمريكية، أكد السيسي حرص مصر على تشجيع الاستثمارات الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجهها، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي رغم ما يكتنفه من صعوبات هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار. وواصل الرئيس السيسي لقاءاته باستقبال رئيس وزراء بلغاريا، حيث أعلن عن إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك. احنا اتفقنا مع فخامة رئيس الوزراء على ان احنا نتعاون فيما بيننا في كافة المجالات المختلفة. تكلمنا عن التعليم وأهميته، التعاون فيه بشكل جيد جدا. تكلمنا عن الصحة وأهمية التعاون فيها بشكل جيد جدا. في مجالات نقل التكنولوجيا وفي مجالات الرقمية والمجالات المختلفة، في الرياضيات اتكلمنا. أنا بتكلم هنا كان في تفاهم شديد واستعداد كبير وإرادة سياسية من جانبنا احنا الاثنين. وأكد الرئيس السيسي الدور الإيجابي لتوضيح أهمية مصر لاستقرار المنطقة. كمان تحدثنا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقتنا، واحنا هنا لازم نشكر بلغاريا على انها الصوت اللي بيتم صوت مصر داخل الاتحاد الاوروبي، قد ايه بتقوم بدور ايجابي جدا في ايصال رساله عن اهميه مصر واهميه الاستقرار منطقة من خلال استقرار مصر. وخلال الأسبوع الماضي حضر الرئيس السيسي بيان الرماية الصاروخية حماة السماء، وأكد أن التطوير والتحديث في منظومة التسليح يستمر وفق منهج علمي مدروس.
واختتم الرئيس السيسي هذا الأسبوع بترأس اللجنة العليا المشتركة مع السودان في الخرطوم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير، أكد الرئيس السيسي سعي مصر للاستمرار في دفع وتعزيز العلاقات مع السودان بما يحقق مصالح وتطلعات شعبيهما. لقد شهدت الأشهر الستة الماضية انعقاد العديد من الاجتماعات واللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، من بينها الاجتماع الرباعي واجتماع آلية التشاور السياسي والهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل ولجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية، بالإضافة إلى لجنة القوى العاملة. وأنني على ثقة في أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من العمل للبناء المشترك على ما تحقق في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية ستحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين وستسهم في تيسير حركة نقل الأفراد والسلع. شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري، وذلك في ظل ما تحظى به مشروعات الطاقة من أهمية بالغة على صعيد دفع جميع أوجه علاقاتنا الاقتصادية والتنموية. كما استضافت الخرطوم خلال الشهر الجاري الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين، وهو مشروع استراتيجي آخر يضاف إلى تعزيز عملية انتقال الأفراد والسلع بين دولتينا، ليمثل بذلك خطوة إضافية على مسار دفع الترابط والتكامل بين البلدين. كما أكد السيسي أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين سيعود بالنفع على شعبيهما، وسيسهم في رفع قيمة الاستثمارات المتبادلة وتوفير المزيد من فرص العمل. تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى عام 1957 وتربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة، منها عملية السلام بالشرق الأوسط والتعاون الأورومتوسطي، فضلا عن مشروعات الطاقة لترتقي العلاقات المصرية الألمانية إلى الشراكة الاستراتيجية. قد بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، ونتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا وفي مقدمتهم المانيا. ويسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في مشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا.
إنني أتطلع لأجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والارتقاء بها نحو أفاق أرحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني الصديقين. استقبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نائب الرئيس الصيني وان تشي تشان بمطار القاهرة في مستهل الزيارة الرسمية للقاهرة تهدف إلى دعم علاقات التعاون بين البلدين. ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لمناقشة مجالات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات. تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نتائج التنسيق القائم بين وزارة الزراعة ومحافظة قنا لاستكمال إجراءات تسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصرية لأهالي منطقة المراشدة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءا من تلك الأراضي. كما تابع مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التفاعل مع الشكاوى الواردة إليها حول تراكم القمامة بالمحافظات. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 29 والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، والذي يتواكب مع الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. أشاد الفريق محمد فريد بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة في حماية بوابة مصر الغربية، وناقش مع عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية أسلوب تخطيط وإدارة المرحلة. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 29 والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، ويتواكب مع الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة تملأهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والتفاني في تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين حدود مصر الغربية وحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصري العظيم. تضمنت المرحلة الرئيسية قيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي وقصف مراكز القيادة للعدو، ودفع المفارز المدرعة للاستيلاء على خط حيوي في العمق وتأمينه بالتعاون مع القوات الجوية وتحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي. وبمساندة مدفعية الرمي المباشر وغير المباشر والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الأسلحة المشتركة لتدمير الاحتياطيات وتطوير الهجوم وإرباك وتدمير مراكز القيادة للعدو. وفي نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الغربية، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في حماية بوابة مصر الغربية.
وناقش الفريق محمد فريد عددا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية في أسلوب تخطيط وإدارة المرحلة، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخطط ومنفذ المشروع. حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. أكدت مصادر أن فعاليات منتدى شباب العالم والتي ستنطلق خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ لا تكلف خزينة الدولة مليما واحدا. أضافت أن المنتدى يساعد في الترويج السياحي لشرم الشيخ بشكل خاص ومصر بشكل عام، ويعوضها عن ميزانيات التسويق السياحية. وضحت المصادر أن الأموال المخصصة للمنتدى من قبل الرعاة والشركاء والقطاع الخاص كانت توجه قبل ذلك في أوجه أخرى أقل فائدة، لكنها توجه حاليا لرعاية الشباب المصرية. واصلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الرد على أسئلة المصريين بالخارج ضمن مبادرة اسأل واقترح، ومشيدة بمقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية يسهم في رأس مالها المصريون في الخارج. أستاذة سامية، الحقيقة اقترحت إنشاء شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها المصريين بالخارج إلى جانب الحكومة. عايزة أقول لك يا أستاذة سامية إن أنا أخذت الطلب بتاعك المرة اللي فاتت في مجلس الوزراء، وكلمت مع الوزراء المعنيين، وقريبا إن شاء الله هنعلن شروط إنشاء هذه الشركة، لأنه بالتأكيد الفكرة دي فكرة جيدة جدا، ولابد إحنا كدولة نساعد على صدورها بالشكل اللائق، وأيضا إن إحنا نبلغ المصريين في الخارج بأهمية هذه الشركة وإزاي المساندات المطلوبة. أعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على 5,385,000 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السرية. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد خلال ماراثون في الإسكندرية إن الوزارة تعمل على زيادة الفرق الطبية في المحافظات، محافظات المرحلة الأولى، داعيا جميع المواطنين إلى التوجه للنقاط الطبية لإجراء المسح. هذا وشاركت وزارة الصحة في ماراثون الأسكندرية بأربع فرق طبية أسهمت في الكشف على نحو 14,000 مواطن. شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومسؤول التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافيا انطلاق ماراثون للدرجات بكورنيش الأسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارية. وقالت وزيرة البيئة إن المشاركة في مسيرة الدرجات يعطي رسالة تؤكد أهمية مشاركة المجتمع في جميع الفعاليات والتي تهدف إلى خدمة البيئة، كما أنه رسالة ترويجية لمؤتمر التنوع البيولوجي. الرسالة الرئيسية ان احنا هنروج وهنشتغل للمؤتمر ده من اول اسكندرية لغاية اسوان، فالفكرة ان احنا مش بنحاول ان احنا نعمل ده على مستوى القاهرة او على مستوى المدينة اللي هينعقد فيها المؤتمر، ولكن على مستوى كل المحافظات خاصة المحافظات الساحلية. احنا النهاردة عندنا البحر المتوسط في الاجراءات بتاعت احنا بنحاول برضو من شهر اشتغلنا على جمع القمامة من على الشاطئ لان في اكياس بلاستيك بتؤثر على الحياة البحرية. فكرة مشاركة الولاد سواء بركوب الدراجات أو التنظيف بتاع الشاطئ، كل دي بتزود وبترسخ المعلومات بتاعتهم. بنحاول نوصل لهم مفهوم التنوع البيولوجي دي من خلال حاجات عملية يعني يحسوا بيها. وجودنا كلنا النهاردة سواء الاتحاد الأوروبي أو سويدش انستيتيوت أو مسؤولين من وزارة أو من الفرع، ده بيورينا أن احنا نازلين لكم، هنشتغل معاكم، انتوا جزء من هذه المنظومة، انتوا مش جزء فقط من المشكلة. لما يبقى في مشكلة، لما مصر هتكون بتحضر حاجة حلوة، انتوا لازم تبقوا موجودين معاها في الحاجة الحلوة. شركتنا يعني في الماراثون بنساعد او بنوعي الناس ان العجلة هتقلل كتير معانا من التلوث اللي موجود في البيئة، وفي نفس الوقت هي حاجة صحية وحاجة رياضية يعني، فهي مفيدة لصحتنا ومفيدة للبيئة. المشاهدين ان العجلة دي رياضة صحية وملهاش دعوة ببنزين أو غلى بنزين أو غلى عربيات. دي أولا هتفيدك كجسما جسمانيا وهتفيدك كعقليا، يعني بتنشط العقل لأن هي بتنشط الدورة الدموية اللي بتمشي في الجسم كله.
تفقد وزير الآثار خالد العناني بعض المواقع الأثرية بمحافظة الوادي الجديد برفقة 30 سفير من دول عربية وأجنبية. وصف العناني الجولة بالمفيدة، حيث أنها رسالة طمأنة ووسيلة للاتصال ومخاطبة العالم من أرض الواقع وتعريفهم بعظمة مصر وحضارتها الفريدة. احنا معانا 30 سفير واسرهم من 17 دولة، ده بتالي تجمع يجي الوادي الجديد من سنوات طويلة. دي رحلة قام بتنظيمها معالي محافظ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الآثار. قمنا بتوجيه الدعوة لهذا العدد الضخم جدا من السفراء من معظم قارات العالم ومتواجدة معانا النهاردة عشان يتعرفوا على التاريخ والحضارة بتاعت الخارجة. النهاردة مش هينفع نزور الخارجة فقط، بدأنا اليوم بزيارة معبد هيبس، ثم كان في معرض منتجات الحرف اليدوية المشهورة بها الوادي الجديد والبلح، والسفراء مبسوطين جدا وقاعدين بيشتروا. بعد كده بنزور المتحف حاليا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ثم هنزور بعد كده تل الندوره ومنطقه الغويطه، وبعد كده منطقه البجوات، كل الاثار اللي موجوده في منطقه الخارجه عشان يتعرفوا على حضارتها. ده الدور اللي احنا ممكن نعمله عشان العالم يشوف الخارجه من خلال عيون سفرائها في مصر. كل سفير من دول وكل مستشار ثقافي موجود معانا النهارده هم واسرهم هيرجعوا في السفاره يتكلموا عن الخارجه، هيشجعوا ناس تيجي، هيشجعوا ناس اجانب تيجي. وده الدور اللي احنا معنيين بيه، ان احنا نبرز القوى الناعمة بتاعت مصر من خلال محافظاتها المختلفة. تواصل مديريات الأمن في مختلف المحافظات حملاتها الأمنية المكبرة لمواجهة جميع صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط. بهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري وفرض سيادة القانون، تأتي حملات اليوم الواحد التي تشنها مديريات الأمن لتحقيق هذا الهدف، وتستمر هذه الحملات على مدار يوم كامل مستهدفة كافة المظاهر السلبية بالشارع وصور الخروج عن القانون، وفي مقدمتها الإشغالات والتعديات وفوضى المرور. الحملات نجحت في تحقيق نتائج إيجابية من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة سير السيارات والمشاة، وساهم ذلك في تحقيق انسيابية مرورية كاملة. جزء كبير من هذه الحملات يتضمن تكثيفا للوجود المروري الفعال في الشارع لضبط كافة المخالفات المرورية من انتهاء التراخيص وصولا إلى المواقف العشوائية. وسوف تتواصل هذه الحملات على مستوى الجمهورية للقضاء على مظاهر الفوضى والخروج عن القانون. تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية من ضبط راكب متجه لإحدى الدول العربية وبحوزته أكثر من 3 ملايين جنيه. الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية تمكنت من ضبط أكثر من 3 ملايين جنيه بحوزة راكب مصري كان متجها لإحدى الدول العربية، أخفاها داخل حقيبته التي اشتبهت بها الخدمة الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب بمطار القاهرة، وبتفتيشها عثر على هذا المبلغ الذي يخالف قانون النقد المصري. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين بالجيزة لإتجارهم في مخدر الاستروكس والهيروين. تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تصديها لمخدر الاستروكس القاتل ومروجيه، فقد تمكنت من ضبط 2 عاطلين بالجيزة بالتنسيق مع الأمن العام وأمن الجيزة وبحوزتهما كمية من مخدري الاستروكس والهيروين بهدف الاتجار. كما استطاعت ضبط 3 بالجيزة أيضا محكوم عليه غيابيا في قضيتين وبحوزته كمية من مخدري الاستروكس والهيروين أقر بحيازتها بقصد الاتجار. نفذت مديرية أمن الغربية شوادر متنقلة لبيع البطاطس بسعر 5 جنيهات و50 قرشا لكيلو على مستوى مراكز طنطا، المحلة، زفتة وكفر الزيات، وشهدت السيارات إقبالا كبيرا من المواطنين موجهين الشكر للرئيس السيسي ومدير أمن الغربية اللواء طارق حسون على تلك المبادرة والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار.
قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الوزارة افتتحت نحو 764 مدرسة قرآنية خلال عام، لافتا إلى أن المستهدف إنشاء 1500 مدرسة على مستوى الجمهورية. ومن جهته أكد مفتي الجمهورية شوقي علام إن دار الإفتاء تقوم بترجمة الدراسات التي تواجه بها فكر الإرهابيين من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية. جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر. اعتبر رئيس الدراسات العربية والإسلامية بإحدى الجماعات الألمانية الندوة التي نظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين تحت عنوان الإسلام والغرب تنوع وتكامل هي خطوة مهمة لتحقيق فهم أفضل بين الثقافات المختلفة. أعتقد أن هذا المؤتمر هو خطوة هامة جدا لتحقيق فهم أفضل بين الحضارات والثقافات المختلفة، وهذا هو الأهم الآن في العالم الذي تتزايد فيه العولمة. نحن نعيش معا، وأعني أنني أتحدث عن الإسلام في الغرب. في الحقيقة هناك الكثير من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا الآن، ونحن بحاجة للوصول لطريقة للعيش معا وأن نستمتع بالإنجازات الرائعة في الشرق الأوسط. فأنا عن نفسي أعمل أستاذ للدراسات الإسلامية في ألمانيا وأدرس لطلاب مسلمين، العديد منهم ذوي أصول ألمانية والعديد الآخر من أصول مختلفة، لذلك فإن هناك خليط متميز في فصلي من الطلاب، ونقوم بتعليمهم بقيمة الإنسانية والثقافة وقيمة العيش المشترك. تستضيف مدينة قمصة بمحافظة الدقهلية فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورتها الثالثة. وأكد منظم المهرجان أن المنافسات ستعزز توجه الدولة لدعم السياحة في مصر بجميع المحافظات، مؤكدين أن المهرجان سينظم سنويا بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة. المهرجان ده ليه مهم جدا، ان احنا بنحاول ندعي كل مزارع الجمهوريه بنشط السياحه، بنطمح ان احنا بعد كده ان شاء الله يبقى مهرجان دولي نستضيف فيه المزارع في دول الخليج والوطن العربي. احنا بنحب نعمل في كل محافظه مهرجان ينشط تنشيط للسياحه، تنشيط للغيه بتاعه الخيل، وكل المزارع والمربيين بينزلوا يعرضوا خيلهم، وكل واحد بيعرف مستوى انتاجه عن طريق لجنه التحكيم ان بيفوز مركز اول تاني تالت رابع خامس من كل مجموعه. بندعم السياحه الداخليه في المحافظه، وطبعا احنا بنحب الخيل، وان شاء الله باذن الله المهرجان ده من نجاح لنجاح، وان شاء الله باذن واحد احد اللي جاي هيكون احلى من كده بكتير ان شاء الله. في الشأن العربي، ترأس العاهل الأردني عبد الله الثاني اجتماعا لمجلس السياسات الوطنية لمتابعة تداعيات السيول والتي اجتاحت منطقة البحر الميت وأسفرت عن مصرع 21 شخصا وعشرات المصابين. وجه العاهل الأردني خلال الاجتماع بإعداد تقرير مفصل عن الحادث وتحديد المسؤولين عنه بكل شفافية، وموجها بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمصابين. في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هذا الحادث. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل. كان الآلاف من الفلسطينيين توافدوا على الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في فعاليات جمعة غزة صامدة ولن تركع ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار. قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول زيارة رسمية إلى سلطنة عمان منذ 22 عام،
التقى بالسلطان قابوس بن سعيد بحسب بيان لمكتب نتنياهو. أضاف البيان أن الجانبين بحثا سبل دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سبل دفع الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي وتدعيم مجالاتها. وصف الشاهد في مؤتمر صحفي عقب المباحثات لقاءه بيونكر بالمهم، لافتا إلى أنه تطرق للتعاون الاقتصادي والسياسي. ومن جانبه أعلن يونكر أن المفوضية قررت إدراج تونس في برنامج الحماية الأوروبية. الربح المادي لتونس ودعم كبير في السنوات الأخيرة، وأيضا ضرورة دعم تونس مع المؤسسات المانحة الدولية في التحديات التي تواجهها تونس. أيضا مسألة القوائم، كما تعرفوا تونس خرجت من القائمة السوداء، وإن شاء الله أيضا هناك خروج متوقع في جانفي من قائمة الجافي والدول الغير متعاونة، وهذه مهم جدا. الشباب ومعناها الشراكة من أجل الشباب مهم جدا، لأن الشباب هو حقيقة لعمل الثورة التونسية، وهناك برامج عديدة، وطلبنا أيضا أن يكون هناك أكثر شباب تونسي معناها ياخذ فرصة باش يدرس في أوروبا، ومعناها في إطار التبادل الفني والتقني وفتح مجالات للطلبة التوانسة، مجالات عديدة، انتقال ديمقراطي، نجاح التجربة التونسية والتجربة الفريدة من نوعها، مجالات عديدة، تأكيد على دور تونس بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كذلك الاتحاد الأوروبي يعتبر شريك مهم بالنسبة لتونس، وتأكدنا اليوم مرة أخرى من هذا الدعم، وإن شاء الله هذا معناه يفتح أفاق كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي. هناك ضرورة لمزيد تفعيل المشاريع وتسريحها على واقع الأرض وصرف الاعتمادات الممنوحة، هذا يجب أن نذكر فيه ونضبط طرق وآليات جديدة في المرحلة القادمة. وبعيدا عن تونس، أكدت الرئاسة الروسية الكرملين أنه لا يوجد سبب يدعو موسكو للتشكك في تصريحات العائلة المالكة السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل الصحفي جمال خاشوشوغي. وأعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيساكوف عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في هذه القضية. اعترض المعارض القطري سلطان بن سحيم على استضافة قطر لفريق الجمباز الإسرائيلي وعزف النشيد الإسرائيلي خلال بطولة العالم للجمباز. وقال بن سحيم في تغريدة على تويتر: ما أقصى أن ينظر العرب لبلادنا كأول عين آخر الصادقين، وما أقبح من نظام وما أتعسه من نفاق. وإلى الملف السوري، حيث يعقد غدا زعماء روسيا، فرنسا، ألمانيا وتركيا قمة رباعية باسطنبول حول سوريا. ومن المقرر أن تبحث هذه القمة دعم وقف إطلاق النار في إدلب وإعادة إعمار البلاد واللجنة الدستورية والمساعي المشتركة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. للمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا الآن من اسطنبول السيد عبد المجيد بركات، وهو الباحث السياسي السوري. سيد عبد المجيد، بعد التحية، يعني قمة رباعية الآن في هذا التوقيت، هل من الممكن أن تسفر عن أي جديد يطرأ في المشهد السوري على الصعيد السياسي وبالطبع الميداني؟ تحية لك. بداية يعني هذه القمة ربما خطة قبل اتفاق حتى سوتشي الأخيرة بإلقاء أو نتيجة هذه الدول الأربع في رأي
يعني سيد عبد المجيد، يعني عذرا للمقاطعة ولكن الصوت لديك متقطع، يعني هل من الممكن أن تقف في مكان آخر حتى يتضح الصوت بشكل أفضل؟ نعم الآن أعتقد جيد سيكون لديكم الصوت. كنت أتحدث بأن هذا الاتفاق أو هذه القمة ربما منذ شهرين بعد اتفاق سوتشي الأخير، خاصة بأن الجامع بين هذه الدول الأربعة هو الخلاف الواضح بينها وبين الرؤى الأمريكية للحل في سوريا. لذلك نلاحظ بأن في الفترة الأخيرة في إشكالية في التواصل مع السيد عبد المجيد بركات الباحث السياسي السوري. يعني على العموم شكرا جزيلا لحضرتك، وسنحاول الاتصال بك لاحقا حتى يعني يستمر التواصل والنقاش في آخر تطورات هذه القمة الرباعية باسطنبول والملف السوري بشكل عام. في هذا الملف أيضا قالت الخارجية السورية إن الوزير سيرجي لافروف بحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري الوضع الميداني، وذلك خلال زيارة الأخير لموسكو. كان الحريري أوضح في مؤتمر صحفي اليوم أنه يريد إيجاد حل سياسي لوقف سفك الدماء في سوريا. مستعد من أجل حفظ دماء السوريين، من أجل وقف إراقة الدماء في سوريا، من أجل الوصول للحل السياسي، مستعدين لتحمل كل ذلك، ونتمنى وننتظر المرحلة أو اللحظة التي تنتهي فيها المعركة عبر الحل الذي يحقق كل ما تفضلنا به. مناطق التسويات المزعومة لا تزال تغص بالكثير الكثير من الانتهاكات والخروقات التي يقوم بها النظام وقواته العسكرية والأمنية. سرقة موجود، اعتقال موجود، استفزازات وابتزازات ودفع أموال طائلة موجود، تعذيب حتى الموت كذلك موجود. هذا إن دل على شيء يدل على إصرار النظام على اعتماد الاستراتيجية الأمنية العسكرية التي تحرم السوريين من صناعة مستقبلهم مجددا. نجدد ترحيب مرة أخرى بالسيد عبد المجيد بركات الباحث السياسي السوري. سيد عبد المجيد، يعني بجد ترحيبي مرة أخرى بك، وكنا نتحدث قبل انقطاع الاتصال عن هل من الممكن هذه القمة الرباعية أن تسفر بأي جديد على الصعيد السياسي والميداني في المشهد السوري برأيك؟ تحية لكم مرة أخرى. كنت أتحدث قبل انقطاع الصوت بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن سياق بأن معظم هذه الدول التي تريد أن تلتقي في اسطنبول لديها خلاف في الرؤى وأسلوب الحل مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف السياسي والحل السياسي والمسار السياسي بشكل عام. لذلك اجتمعت هذه الدول على عدة أمور أو عدة نقاط، أهمها أولا التأكيد على أن الاتفاق السياسي في إدلب أو اتفاق الهدنة الذي وقع بين الروس هو بادرة جيدة لتوقيع في عدة مناطق ربما في المستقبل. الأمر الآخر بأن القوة الاقتصادية الكبرى في ألمانيا ربما في أوروبا وهي ألمانيا هي التي سوف يكون لها الدور الكبير فيما بعد في عملية إعادة الإعمار، والتي سوف يعني تنسق لهذا الأمر كون أن الروس وبقية أطراف النزاع في سوريا غير قادرين حقيقة على موضوع إعادة الإعمار. إعادة الإعمار فيما بعد بين تنحصر ربما بين الألماني والتركي، كون التركي لوجستيا متواجد والألماني متواجد بشكل مادي بالإضافة إلى الأموال الإقليمية الأخرى. الأمر الآخر بأن فرنسا هي التي ترعى الكثير من الاتفاقيات داخل سوريا فيما يخص الشق الأمني والعسكري، خاصة في المنطقة الشرقية، خاصة موضوع الأقليات المسيحية والأشورية والسريانية في مناطق شرق سوريا، وهي لها تأثير كبير على هذه الأقليات منذ عشرات السنوات وليس الآن فقط. فبالتالي معظم هذه الأمور بالإضافة إلى الملف العسكري الذي تشترك فيه روسيا وتركيا، معظم الأمور ربما يتم طرحها في القمة الرباعية. الأمر الأهم فيما أعتقد بأنه موضوع اللجنة الدستورية أو نتاج المسار السياسي الذي تمخض في النهاية إلى تشكيل اللجنة الدستورية، والذي اليوم لاحظنا بأن مندوب النظام في الأمم المتحدة قال لديمستورا في زيارته الأخيرة في دمشق أننا لا نرغب بأن يكون للأمم المتحدة لجنة دستورية مقسمة بين ثلاث أطراف بين نظام ومعارضة وأمم متحدة، وأصر أن تسقط الأمم المتحدة
النظام الآن قد عرقل معظم هذه العملية السياسية التي سارت على مدار سنة تقريبا من مؤتمر سوتشي الأول، ورفض عمل اللجنة الدستورية. كل هذه التطورات مطروحة أيضا على طاولة النقاشات القمة الرباعية. نلاحظ أن اليوم أيضا هيئة التفاوض متواجدة في موسكو بدعوة روسية، وهذه تحدث للمرة الأولى، فبالتالي هنالك فعلا تحول في العلاقات الروسية مع هيئة التفاوض وفتح الباب وأبواب الحوار مع المعارضة السورية. ولكن يعني إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ربما يعني يجدها البعض بأنها تحولت في العالم الدولي يعني ربما إلى علكة يعني يتشدق بها كل من مر وقرأ وشاهد المشهد السوري، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي حل سياسي حقيقي في هذا المشهد. يعني ألا تتفق مع هذه يعني وجهة النظر التي تطرح هذا الأمر تحديدا سيد عبد المجيد؟ يعني من الواضح أن على الأرض يوجد استعصاء سياسي واستعصاء عسكري، وهذا الأمر ينعكس على مسار الحل السياسي بشكل عام. ولكن بالمجمل هنالك قسم من الأراضي السورية تحت سيطرة النظام، وقسم تحت سيطرة التحالف في المنطقة الشرقية، ثلاث محافظات يشكلون 30% من مساحة سوريا، وقسم آخر هو تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف به الجيش الحر، وتحت سيطرة تركيا إن صح التعبير. فبالتالي هنالك دول حقيقة مؤثرة في السوري أيضا، وهذا المشهد العسكري ينعكس بشكل أو بآخر على الأداء السياسي لهذه الدول واتفاقياتها وتوازناتها في إيجاد حل مقنع في النهاية لجميع الأطراف. طيب نحن نتحدث ربما الإيراني بشكل كبير، يعني هذا هو سؤالي لك يعني التالي، يعني ماذا عن إيران خاصة وأنت تعلم جيدا ربما عندما يعني تذكر روسيا وتركيا في المشهد السوري لابد أن تذكر معها يعني إيران. هنا إيران تغيب عن طاولة الحوار الرباعي والتنسيق الرباعي ما بين فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا، ماذا عنها في المستقبل القريب؟ يعني على ما يبدو من خلال قراءة معظم التصريحات المسؤولين الروس في الخفاء للمعارضة، وأنا كنت متواجد في فترة في اجتماع اللجنة الدستورية في الرياض، والتقينا أيضا بمسؤولين من أتوم روسيا وتحدثنا لهم، هم دائما يقولون بأن نقطة الخلاف بين جميع الأطراف هي إيران حقيقة، بين الروسي والتركي والروسي والأمريكي والخليجي والعربي والكل مختلف على تواجد إيران، فالجميع متفق واحد وهي أن إيران هي الحلقة الأضعف في سوريا سياسيا، ولكن عسكريا وعلى أرض الواقع إيران هي ربما الحلقة الأقوى، لأن إيران تتمثل هي بشكل أفقي وبشكل عمودي من خلال السيطرة على مفاصل الجيش والأمن، ومن خلال تشييع المواطنين السوريين وإغراءهم وبناء الحصينيات وغير ذلك. فبالتالي هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على قوة إيران وأدائها في الملف السوري، ولكن إن بقي هذا الأمر وهذه حالة فوضى مستمرة دون إيجاد حل سياسي وعسكري، المستفيد من هذا الوضع هو إيران، لأنها هي الوحيدة التي تتمدد في هذه الظروف، تتمدد في ظروف الفوضى وظروف الفلتان الأمني. بالتالي إذا كانت هذه الدول جادة حقيقة في خلق مسار سياسي حقيقي يوصل في النهاية إلى حل سياسي، عليها أن تبدأ من الآن، لأن هذا الأمر هو يصب في مصلحة إيران. وأعتقد بأن هنالك اتفاق وقراءة التصريحات وحتى المبعوث الأممي من سوريا، نلاحظ أن إيران فعلا هي الحلقة الأضعف، وهو ربما نقطة الاتفاق بين جميع الأطراف أنها تكون خارج الأمر سياسيا وعسكريا. الباحث السياسي السوري السيد عبد المجيد بركات حدثتنا هاتفيا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض أي دور للأمم المتحدة في قضية تشكيل اللجنة الدستورية، وطلب بسحب المقترح الأممي بالقائمة الثالثة. وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن قال دي مستورا أن دمشق تعتبر مسألة الدستور هو شأن داخلي. السيد المعلم لم يرى ذلك متسقا مع مبادئ السيادة وعدم التدخل، وبوجه أساسي السيد المعلم لم يقبل دورا للأمم المتحدة بوجه عام في تحديد أو اختيار القائمة الثالثة الوسطى، وإنما
السيد المعلم أشار إلى أن حكومة سوريا وروسيا اتفقا مؤخرا على أن يكون ضامن اتفاق أستانا والحكومة السورية بالتشاور ما بينهم سيعد مقترحا يتعلق بالقائمة الثالثة. انتقد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة تجاهل ديمستورا للغارات التي يشنها التحالف الدولي على المدنيين في سوريا والتمسك بالتدخل في مسألة كتابة الدستور. لقد أعلمت هذا المجلس ب96 رسالة رسمية بالجرائم المروعة التي يرتكبها هذا التحالف اللاشرعي بحق المدنيين السوريين، وأوضحت لكم أن هذا التحالف قد استهدف كل شيء إلا المجموعات الإرهابية المسلحة. لقد انخرطت بلادي بإيجابية كاملة بمسار أستانا، كما تعاطت بشكل إيجابي مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وما زالت متمسكة بنتائجه التي تمثلت بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي. ويمكن للمبعوث الخاص القيام بدور الميسر لأعمال هذه اللجنة. إن حكومة بلادي التي كانت أول من قام بتسليم قائمة المدعومين من قبل الدولة السورية لهذه اللجنة إلى السيد المبعوث الخاص، تؤمن بأن الدول الضامنة قادرة على لعب دور هام بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية. في شأن آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء السلطات القبض على مرسل الطرود المشبوهة إلى سياسيين بارزين بالولايات المتحدة. وتوعد ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض بمحاكمة جميع المتورطين في إرسال الطرود بكل صرامة، ومشددا على أنه لا مكان للعنف السياسي في البلاد. أنهيت جلسة إحاطة مع وزارة العدالة بعد اعتقالي المشتبه بي. أود أن أثني على جهود مكتب النائب العام ومكتب تحقيقات وشرطة نيويورك وكل الأجهزة الأمنية في البلاد برمتها على هذه الشراكة والجهود الحثيثة والإنجاز السريع، ورغم صعوبة العثور على المشتبه به، وأود أن أهنئهم على هذا العمل الرائع. وافق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس على إرسال قوات من الجيش إلى الحدود مع المكسيك لمنع دخول قافلة مهاجرين إلى الولايات المتحدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى أوامر للجيش بالتحرك لحماية الحدود الأمريكية. أشار في تغريدة له على تويتر إن القرار يأتي في ظل حالة الطوارئ الوطنية. إلى الشأن الاقتصادي، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالتوسع في برنامج الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات منخفضي الدخل. وخلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي لبحث التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ نحو 500 مليون دولار، لفت مدبولي إلى أن التمويل الإضافي المطلوب من البنك سيتم استخدامه في دعم المستفيدين من البرنامج. ومن جانبها، أشادت بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي. أكد وزير البترول طارق الملا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى دفعة قوية للاستثمار في جميع مجالات العمل البترولية. وخلال استقباله لرئيس شركة بتروناس، أشار الملا إلى أن العمل جار على إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية للبحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. ومن جانبه، أكد رئيس شركة بتروناس اهتمام الشركة بالعمل مع مصر كونها منطقة جذب للاستثمارات.
أعلن رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان انطلاق أولى رحلات قطارات الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان. وأوضح رسلان في بيان أن الهيئة تعاقدت مع وزارة الشباب والرياضة على تشغيل قطارات الشباب ضمن البرنامج خلال الفترة من 26 من أكتوبر الجاري وحتى 4 من نوفمبر المقبل بمعدل قطارين أسبوعيا في الاتجاهين. النهاردة يعني كمان مخصصين بداية أول قطارات قطر حديث اللي اهتم معالي الوزير في الحياة دكتور هشام عرفات وكلمنا وبيتأكد إن شاء الله التقاطر الجاي يكون وقته يسمح يكون موجود معنا أو الرحلة الجاية يكون موجود معنا. الرحلة فيها 76 شاب من شباب العرب الحياة موجودين، كمان ده مصاحب للقاهرة عاصمة الشباب العربي، كمان في المكتب العربي للشباب والبيئة كمان مشارك وعامل مجموعة من دورات التدريبية للشباب وارتباطها بالبيئة، هيكون طبعا ده موجود في الأقصر وفي أسوان. كمان التنوع ما بين طلبة الجامعات والشباب من جميع الأنحاء في هذا القطر وهذه الرحلة اللي لها أهداف واستهدافات كتيرة جدا بالنسبة لنا. سكك حديد مصر النهاردة سعيدة بشباب مصر، وطبعا دول أمل المستقبل وإحنا كلنا في خدمتهم. القطار اللي هو قايم النهاردة ده يعني بنقول إن هو أول قطار إن شاء الله هيكون في أوائل رحلات البروتوكول بيننا وبين وزارة الشباب اللي هو اعرف بلدك. طبعا اعرف بلدك ده كلمة جميلة جدا، لأن إحنا بنفاجأ إن الجماعة الأجانب اللي بيجوا يزوروا مصر عارفين بلدنا أكتر مننا، يعني قيمتها عند الخارج يعني. فالمفروض احنا شبابنا واولادنا يعرفوا قوي يعني ايه حضاره مصر وايه نهضه مصر. وطبعا احنا بنشوفهم في الاقصر واسوان يعني كم السعاده وكم الفرح لما بكده وين الاحضان كده الاثار الفرعونيه وتاريخ مصر القديم. ان شاء الله رايحين الاقصر واسوان. الفكره ان احنا حبينا نروح الرحله دي، الواحد ما راحش قبل كده ومحتاج يعني فرصه عظيمه ان الواحد يروح يستكشف معالم بلده. كمان فكره ان انا فوتوغرافر فحبيت ان انا اروح اوثق الرحله بتاعتي دي فتبع وزاره الشباب والرياضه، لان انا ما اعرفش ان انا هيبقى عندي مثلا امكانيه احضرها بعد كده ولا لا. شايف ان هي ان شاء الله رحله كويسه وبدايتها كويسه وكلنا متعاونين مع بعض، والمشرفين على الرحله معانا بنسالهم في اي حاجه بيجاوبونا وكله تمام يعني. شجعت كتير انا وكتير من زمايلي لاننا عايزين بجد نعرف اثار مصر ومبسوطين جدا وكلنا متعاونين، حتى اللي ما يعرفش زمايل دلوقتي بقينا كلنا ايد واحده وتصاحبنا وكلنا عايزين نظهر بمظهر كويس بحيث ان احنا نكون واجهه لمصر واجهه مشرفه جدا. ختاما تذكير بعناوين النشره. السيسي يعرب لرئيسة إثيوبيا تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. شهداء وجرحى فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة. ترامب يتعهد بمحاكمة جميع المتورطين في واقعة الطرود المشبوهة. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.